الوقوف على تفاصيل في الملف الفلسطيني، تسرنا استضافة الصحفي الفلسطيني ماهر حجازي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك سيد ماهر. أهلا وسهلا. ماهر، بالبداية أسألك عن موجة الاعتقالات الجديدة في الضفة المحتلة تحديدا وتزامنها مع الأحداث التي شهدتها فلسطين المحتلة مؤخرا. نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا شك أن عندما تكون هناك يعني تداعيات القرار الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس وإطلاق المواجهات من جديد بين الشبان الفلسطيني بين شعبنا في الداخل الفلسطيني الرافضين لهذه هذا القرار، طبعا يشن الاحتلال الإسرائيلي موجة اعتقالات مرافقة لهذه المواجهات. الاعتقالات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي يوميا بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، اليوم كان هناك اعتقال لاكثر من 30 فلسطيني في مدن الضفه الغربيه المختلفه في ظل المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي. طبعا هناك العديد من الشباب والاطفال ايضا يتم اعتقالهم خلال هذه المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي، تعكس حاله التخبط لدى العدو الاسرائيلي الذي يسعى فعلا يعني من خلال هذا الاستهداف او عمليات الاعتقال الى وقف الانتفاضه في القدس المحتله. ويعني اثبتت التجارب والسنوات الماضيه ان هذه الاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن يعني ان توقف النضال الفلسطيني والمقاومه وهذه الانتفاضه الشعبيه في الضفه الغربيه، وهي سياسه اسرائيليه. واليوم يعني نتحدث عن السياسة الإسرائيلية ماهر، ننتقل إلى سياسة الاحتلال حول تشجيع الاستيطان، والذي كانت هناك تصريح لوزير الإسكان الصهيوني أوصى ببناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة. برأيك لا ينسف هذا القرار أمال الجهات الدولية الواهمة بتحقيق السلام مع الاحتلال؟ يعني اعتقد ان اليوم قرار الرئيس الامريكي ترامب بمثابه الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي ليمارس ويستمر في سياسه الاستيطان والتهويد في مدن الضفه الغربيه المحتله وكذلك في القدس. اليوم يجري الحديث عن بناء اكثر من مليون وحده استيطانيه في الضفه الغربيه المحتله. لا شك يعني عندما اعطى ترامب هذا الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي ليستمر بهذه السياسه الاستيطانيه والتهويد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كان هناك قرار سابق من مجلس الأمن قبل أشهر يعني يرفض يطالب العدو الإسرائيلي أو كان الاحتلال يطالبه بوقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ووقف سياسة التهويد بحق المقدسات، لكن الاحتلال الإسرائيلي مباشرة رد على قرار مجلس الأمن بأنه يريد بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدن الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي غير معني في موضوع المفاوضات وعملية السلام ولا يعير أي اهتمام هذا الاحتلال، لا يعير أي اهتمام. إلى أي مدى تظن ماهر أنه لو يحصل موضوع الاستيطان على نفس ما حصل من هبة شعبية ومن قبل الشعوب العربية والإسلامية والغرب كذلك الذي دعم أن تبقى القدس فلسطينية، إلى أي مدى تظن أنه لو لاقى موضوع الاستيطان نفس ما لقاه موضوع القدس هذا سيجعل في الاحتلال الصهيوني يتراجع للوراء بخصوص هذا الموضوع؟ يعني هذا الاحتلال الصهيوني للاسف يعني كما قلت انه لا يعير اي اهتمام سواء كان للقرارات الدوليه، ولكن ربما الضغوط على في موضوع الاستيطان عندما يتم مقاطعه المنتوجات او ما تنتجه المستوطنات الاسرائيليه وتتجيه حملات المقاطعه لكل ما ينتج في المستوطنات الاسرائيليه، اعتقد هذا يضغط اكثر على الاحتلال الاسرائيلي. ولكن يعني الاحتلال هو يستمر حتى منذ توقيع اتفاق اوسلو المشؤوم على الشعب الفلسطيني عام 1993، كان من المفترض ان يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن الاستيطان، لكنه اليوم يستمر في قدم الاراضي، يستمر في مصادره اراضي المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على ومصادره ممتلكاتهم، يستمر في بناء الجدار الفصل العنصري، ايضا يستمر في بناء الاستيطان، وبالتالي هو لا يعير اي اهتمام لا بالقانون الدولي ولا يعير اي اهتمام بهذا الموضوع، وبالتالي يستمر في بناء الاستيطان وبناء المستوطنات. ولكن اليوم صراحه انا اريد ان الفت يعني نقطه مهمه اليوم في موضوع الاعتقالات. اليوم كان هناك يعني عضو الكنيسة الاسرائيلي ارون حزان الذي اقتحم احدى الحافلات للاهالي الاسرى خلال زيارتهم لابنائهم في داخل سجون الاحتلال، وبالتالي هو كان اعتداء صارخ على كل القوانين الدوليه. أشكرك.
أشكرك جزيل الشكر الصحفي الفلسطيني ماهر الحجازي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.